بسم الله الرحمن الرحيم. ثورة شعب البحرين المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام إنما هي امتداد لثورات الشعوب الإسلامية التي نهضت من أجل التحرر ومن أجل نيل الحقوق، من أجل أن تحكم نفسها بنفسها وأن تبتعد عن هيمنة الغربيين. وفي مثل هذا اليوم قبل 25 عاما رحل الإمام الخميني إلى ربه بعد أن قاد أكبر ثورة في التاريخ المعاصر، حيث أسقط ملك الملوك الشاهنشاه شاه إيران المدعوم من أمريكا ومن الغرب. وكانت تلك الثورة باكورة العمل الشعبي الحر الذي يهدف لتحرير البلاد العربية والإسلامية من ربقة الاستعمار والتبعية للغرب. هذا اليوم يوم تاريخي لأنه يعكس وأيضا يستحضر ذلك التاريخ المجيد الذي سطره الثوار في طهران، ثم تبعهم ثوار تونس وثوار مصر وثوار اليمن وجميع الثوار في العالم العربي. أما البحرين فقد خرج ثوارها أيضا وما يزالون يخرجون يوميا من أجل نيل الحرية، وعلى خطى القادة الثوار الأبطال الذين حرروا الشعوب من أمثال نيلسون مانديلا وغاندي وآخرهم رحمة الله عليه الإمام الخميني الذي رحل إلى ربه. نحن هنا نؤبن شهداءنا الأبرار وأيضا نؤكد للعالم أن ثورات شعوبنا لن تتوقف حتى تتحرر من هذا الاستبداد والظلم. ورحم الله الإمام الخميني ورحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته ومتع الله شعوبنا بالحرية من هذا الاستبداد والظلم.